السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا باشمهندسين المفروض احنا اتعلمنا في المسألة اللي قبل كده ازاي ان انا احسب تكلفة اي بند من بنود المشروع. طيب بعد المفروض ان انا لما بعمل تكلفة بنود المشروع ببدأ احسب التندر برايس اللي هو سعر المشروع. طيب ازاي هحسب سعر المشروع؟ مفروض التندر برايس سعر المشروع بتاعي هو عبارة عن الفلوس اللي انا بصرفها اللي هي التوتال كوست بتاعت المشروع اللي هي اي فلوس بصرفها على المشروع زائد المارك اب اللي هو الربح بتاعي. زي ما هنشوف ان التوتال كوست هي عبارة عن دايركت كوست التكلفة المباشرة اللي انا اتعلمت ازاي احسبها زائد الاندايركت كوست اللي هي التكلفة الغير مباشرة اللي احنا اخدنا قبل كده تعريفها، هي التكلفة اللي ما اقدرش احملها على بند بعينه من بنود المشروع، اي فلوس بصرفها بس مش هقدر اضيفها على بند من بنود المشروع بعينه. وزي ما قلنا قبل كده ان الدايركت كوست هي عباره عن الليبر كوست زائد الماتيريال كوست زائد الايكوبمنت كوست زائد السب كونتراكتور كوست لو انا عندي مقاول باطن. طيب انا بحسب يا باشمهندسين ازاي بحسب تكلفه او ازاي بحسب سعر المشروع بتاعي. قال لي عندي شكل كده بحسب بيه سعر المشروع ازاي؟ قال لي لو جبت الدايركت كوست وجمعت عليها حاجة اسمها السايت اوفرهيد الاتنين دول هيدوني حاجة اسمها الكونستراكشن كوست. طيب قال لي برضو لو جبت حاجة اسمها الجنرال اوفرهيد وجمعت عليها البروفيت والريسك الاتنين دول مع بعض بيدوني حاجة اسمها المارك اب. لو جمعنا الكونستراكشن كوست على المارك اب الاتنين مع بعض بيديوني التندر برايس سعر المشروع. طيب احنا عارفين يعني ايه دايركت كوست بس باقي الحاجات دي احنا مش عارفينها. ايه هي يا باشمهندسين الحاجات دي؟ اول حاجة السايت اوفر هيد. ايه هو السايت اوفر هيد يا باشمهندسين؟ السايت اوفر هيد هو عباره عن اي تكلفه انا بصرفها داخل سور الموقع بس ما بقدرش ان انا احملها على بند بعينه من بنود المشروع. ما اقدرش ان انا اجي على بند مثلا من بنود الخرسانه واقول ان الفلوس اللي بصرفها مثلا عايز اعمل كرفانات للعمال فتكلفه الكرفانات دي هحطها على الماتيريال بتاعه الخرسانه المسلحه، هحطها على الماتيريال بتاعه الطوب، هحطها على الليبر بتاعه الدهانات مثلا. مش هقدر احملها على بند واحد. فبنعتبر دي كانها بالنسبه لنا هي الاندايركت كوست اللي هي تكاليف غير مباشره انا بصرفها بس مش عارفه احطها على بند من بنود المشروع فبسماها السايت اوفر هيد. ولما بجمعها على الدايركت كوست بتديني الكونستراكشن كوست. طيب الجنرال اوفر هيد ايه هو الجنرال اوفر هيد؟ قال لي دي هي مصاريف الإدارة العليا. مصاريف الشركة نفسها. الشركة دي مش ليها مؤسسة شغال فيها مهندسين وشغال فيها محاسبين وشغال ورئيس مجلس الإدارة وبدفع كهرباء وبدفع مية وبدفع ضرائب. طب الفلوس دي كلها الشركة اللي متحملاها. طيب أنا هتحمل الفلوس دي، طب إيه مكسبي اللي هيجي لي؟ قال لي ما أنا الفلوس اللي بصرفها في الشركة دي بحملها على المشاريع بس كحاجة اسمها جنرال أوفر هيد، مصاريف في الإدارة العليا. تمام؟ طيب بعد كده عندي حاجة اسمها البروفيت والريسك.
دول اللي انت بتطلع بيهم من المشروع، الربح بتاعك من المشروع هو الريسك ان انت المشروع بتاعك لو في نسبة مخاطرة بحط لها نسبة، عشان لو لا قدر الله حصل عندك مخاطرة يبقى انت عامل حسابك، عشان لو حصل مخاطرة وانت مش عامل حسابك ده هيكلفك من الربح بتاعك، بدل ما انت كنت عامل بروفيت 10% ده ممكن بروفيت يقل يبقى 5 ولا 7 ولا 8%. يبقى لازم بعمل حسابي بالنسبة للريسك. قال ان الجنرال اوفر هيد والبروفيت الاثنين دول لما بجمعهم على بعض بيديني المارك اب بتاع المشروع، الربح بتاع المشروع ككل. طيب ده الشكل اللي انا همشي بيه احسب بيه سعر اي مشروع في الدنيا. واحنا عندنا شكل تاني المفروض ان الدكتور شرحه في المحاضرة بتاعت التشارتات، هنبقى نتكلم عليه بعدين. خلينا في ده عشان ده اللي هنحل بيه المسألة دلوقتي. طيب عشان احسب التندر برايس بتاع اي مشروع هروح احسب الدايركت كوست بتاعت المشروع، هقوم جاي ضايف عليهم السات اوفر هيد، جبت الكونستراكشن كوست، هجمع الجنرال اوفر هيد على البروفيت والريسك هيديني المارك اب، هجمعهم الاثنين على بعض هيديني التندر برايس. تعالوا نشوف شكل المسألة اللي موجودة عندنا اللي انا عايز احسب لها تندر برايس. اهو مديني مسألة هي يا باشمهندسين، بيقول لي given the direct cost element for small construction project، بيقول لي ان الجدول اللي عندي ده بيديني البنود اللي موجودة في المشروع، الوحدة اللي هقيس بيها كل بند، كمية كل بند من بنود المشروع، بعد كده مديني تكلفة الماتيريال بتاعت كل بند، الليبر بتاعت كل بند، الاكويبمنت بتاعت كل بند، السب كونتراكتور بتاعت كل بند. فبيقول لي اول بند عندي اللي هو الفاونديشن الاساسات، الوحده بتاعته متر مكعب، الكميه 50 متر مكعب، يعني هعمل 50 متر مكعب اساسات. السب كونتراكتور كوست اللي هي تكلفه، فبيقول لي ان الكميه بتاعت الفاونديشن اللي انا هعملها 50 متر مكعب، الماتيريال اللي هستخدمها في بند الفاونديشن هتكلفني 16,000، العمال هيكلفوني 4,000، المعدات هتكلفني 15,000. طيب هاجي بعد كده على البند التاني اللي هو البريك ووركس، اعمال المباني هقيسها بالمتر مكعب، قال الكميه اللي هعملها هعمل 100 متر مكعب مباني، هيكلفوني كماتيريال 10,000 جنيه، كليبر هيكلفوني 2,000، اما كايكويبمنت مش هيكلفوني ولا سب كونتراكتور. البند الثالث عندي هو السلاب فلور، عندي السقف بتاع المبنى هقيسه بوحدة المتر مكعب، هعمل 50 متر مكعب سلاب، الماتيريال كوست هتكلفني 25,000، الليبر 3,000، الايكوبمنت 2,000. البند الرابع عندي الروف سلاب اللي هو السقف بتاع الروف بتاع السطح، هعمل 100 متر مكعب للسطح، الماتيريال هتكلفني 40,000 جنيه، الليبر كوست هتكلفني 4,000 جنيه، الاكوبمنت هتكلفني 1,000 جنيه. بعد كده عند البند الخامس اللي هو البند الاخير اللي هو التشطيبات الفينيشز، قال لي ان البند ده هاخده كلام بصم يعني كمقطوعية جوب، يعني البند ده من الاخر هياخده سب كونتراكتور، فمديني تكلفة السب كونتراكتور 10,000 جنيه كفينيشز. طيب المسألة يا باشمهندسين بيقول لي إن السايت أوفر هيد هو 10%، المارك أب انكلودنج الجنرال أوفر هيد، قال لي إن المارك أب بتاعي اللي هو بيشمل الجنرال أوفر هيد يعني عبارة عن بروفيت وريسك وجنرال أوفر هيد كله على بعضه عبارة عن 25%. الريكوايرد أول مطلوب عندي بيقول لي بريبير ذا تندر فور تندر فورم أوف ذيس كونستراكشن بروجكت. إيه هي التندر فورم يا باشمهندسين؟ المفروض المقاول ان بعد ما بيحسب التكلفة المباشرة بتاعت كل بند وبحسب السايت اوفر هيد وبحسب الجنرال اوفر هيد والمارك اب بتاعي، بيبدأ يجهز حاجة اسمها تندر فورم اللي هي بيكون فيها البند والكمية بتاعته وسعر الوحدة وسعر البند كله، ما بحطش فيه تكاليف خالص لان ده اللي انا بسلمه للمالك، فالمالك ما بيكونش المفروض عارف عندي تكاليف، هو عارف اسعار بس. مطلوب التاني بيقول لي امبالانس بيت بيقول لي امبالانس بيت تو اوبتين جريتر ايرلي انكم، وانتوا اتعلمتوا قبل كده تعملوا امبالانس بيت وهنشرحه برضو عندنا. طيب عشان اعمل التندر فورم دي يبقى لازم اروح احسب
تكلفة كل بند من بنود المشروع، احسب التكلفة المباشرة بتاعت المشروع ككل، احسب قيمة السايت اوفر هيد بتاع المشروع، احسب قيمة السايت اوفر هيد بتاع المشروع، بعد كده هحسب قيمة الكونستراكشن كوست بتاعت المشروع بتاعي، بعد كده هبدأ احسب سعر كل بند من بنود المشروع، واحسب سعر الوحدة بتاع كل بند. طب تعالوا نشوف احنا الكلام ده هنعمله ازاي. المسألة عندي اهي، هاجي على نفس المسألة وهعمل نفس الجدول اهو، اليونت. انت في مسألتك بقى هتبقى تزود خانتين، الكوانتيتي الماتيريال كوست، الليبر كوست، الايكوبمنت، السب كونتراكتور كوست، بعد كده المفروض ان انا هعمل الدايركت كوست ككل، وبعد كده هحط البرايس السعر بتاع المشروع بتاعي. سعر البند بتاع المشروع، هاجي على البند الاولاني اللي هو بند عندي الفاونديشن، اليونت بتاعته بالمتر مكعب، الكمية عندي 50، الماتيريال كوست 16,000، الليبر كوست 4,000، الاكويبمنت 15,000، مش هستخدم سب كونتراكتور. الدايركت كوست بتاعته، الدايركت كوست زي ما احنا عارفين هي عبارة عن الليبر زائد الماتيريال زائد الاكويبمنت زائد السب كونتراكتور لو انا عندي سب كونتراكتور. يبقى هاجي على كل بند وهجمع الماتيريال والليبر والاكويبمنت، 16 زائد 4,000 ب 20,000 زائد 15، يبقى انا عندي تكلفة البند ده 35,000. هاجي على البند التاني اللي هو البريك، الوحدة بتاعته متر مكعب، الكمية 100 متر، اللي ماتيريال هتكلفني 10,000، الليبر 2,000، مش عندي ماتيريال ومش عندي اكوبمنت ولا عندي سب كونتراكتور، يبقى اجمالي تكلفة البند ده هيعبارة عن الماتيريال والليبر اللي هي 12,000. هاجي على البند اللي بعده، البند الثالث اللي هو بند السلاب فلور، اليونت بتاعته بالمتر مكعب، الكمية بتاعتي 50 متر، كماتيريال هيكلفني 25,000، كليبر هيكلفني 3,000، كايكوبمنت هيكلفني 2,000، سب كونتراكتور مفيش. اجمالي كمية تكلفة البند ده 25 زائد 3,000 28 زائد 2,000، يبقى اجمالي تكلفة البند بتاع السلاب فلور 30,000. البند الرابع عندي اللي هو بند الروف، الوحدة متر مكعب، الكمية 100 متر، كماتيريال هيكلفني 40,000، كاليبر هيكلفني 4,000، كايكوبمنت هيكلفني 1,000. لو جينا جمعنا 40 و4، 44 زائد 1,000، يبقى اجمالي تكلفه البند ده 44,000 جنيه. البند الاخير عندنا اللي هو بند الفينيشز، قال ان البند ده لمب صم يعني مقاول باطن اللي هياخده، فبالتالي مش عندي لا ماتيريال ولا ليبر ولا ايكوبمنت، انا بحاسب مقاول باطن هو اللي بيخلص وانا بحاسبه، فقال ان المقاول الباطن تكلفته 10,000 جنيه، يبقى اجمالي تكلفه البند ده هي 10,000 جنيه اللي هي تكلفه المقاول الباطن. طب انا كده يا باشمهندسين هنا حسبت الدايركت التكلفه المباشره لكل بند، عايز احسب التكلفه المباشره للمشروع ككل، فهقول التوتال دايركت كوست تكلفة المشروع ككل، فهجمع ده كله، 35 زائد 12 47 زائد 30 هتديني 77 زائد 44 فهتديني 81 و40، يبقى 121
زائد 10,000 يبقى 131. تطلع لي ان التكلفة بتاعت المشروع بتاعي 132,000. دي 45، ما سوري، 132,000. كده احنا حسبنا تكلفة المشروع ككل. طيب دلوقتي عشان اوصل للتندر برايس زي ما قلنا في البند اللي قبل كده، عايز احسب حاجة اسمها السايت اوفر هيد. السايت اوفر هيد بيساوي كام؟ كان مديني في المسألة بيقول لي ان السايت اوفر هيد 10%. طب هو انا في البداية خالص يا باشمهندسين لما بدأنا نشرح السكيما اللي انا هحل بيها، كان السايت اوفر هيد بضيفه على مين؟ اهو سايت اوفر هيد كان بيتضاف على مين؟ على الدايركت كوست. ما دام بيتضاف على الدايركت كوست يبقى هو نسبة من الدايركت كوست، يبقى السايت اوفر هيد اللي هو 10% هيساوي الدايركت كوست عندي 132، هضربها في 10% اللي هي 1/10، هتطلع لي ان الدايركت كوست 13,200. طب لما بجمع الاتنين دول قال لي بيديني حاجة اسمها الكونستراكشن كوست، اللي هي عبارة عن السايت زائد الدايركت كوست، اللي هي هتساوي 132,000 زائد 13,200. 132 زائد 13 145,200. طيب انا عايز اوصل للتندر برايس. الشكل كان بيقول لي اهو ان انت عشان خاطر اللي بعد ما جبت الكونستراكشن كوست، لو عاوز تنزل توصل للتندر برايس ضيف على الكونستراكشن كوست المارك اب. طيب انا ما عنديش قيمة المارك اب، بس هو كان في بداية المسألة قايل لي ان المارك اب 25%. طب والسكيما بتقول لي ان المارك اب بتضاف على الكونستراكشن كوست، يبقى المارك اب ده بيكون نسبة من الكونستراكشن كوست، يبقى المارك اب نسبة من الكونستراكشن. يبقى لو عشان احسب قيمة المارك اب اللي هو 25% هو نسبة من الكونستراكشن، هو عبارة عن 145 بتوع الكونستراكشن كوست في بوينت 2.5، هيطلع لنا قيمة المارك اب بتاع المشروع ده 36,300. يبقى اذا التندر برايس بتاع المشروع عبارة عن المارك اب زائد الكونستراكشن كوست اللي هو 145,200 زائد 36,300، هيطلع لي التندر برايس بتاع المشروع 181,500. يبقى ده سعر المشروع الكلي. طيب انا دلوقتي وانا بحاسب المقاول المالك، المفروض ان انا بكون حاطط له سعر كل بند من بنود المشروع اللي معايا دلوقتي، سعر المشروع الكلي. طب هعمل ايه؟ انا كان الاول كان معايا الدايركت كوست بتاع المشروع، ومن الدايركت كوست قدرت اوصل لسعر المشروع الكلي. طيب مش انا معايا الدايركت كوست بتاعت كل بند هقدر اوصل منها لسعر البند؟ زي ما وصلت لسعر المشروع عندي حاجة اسمها البرايس فاكتور. ايه هو البرايس فاكتور ده يا باشمهندسين؟ قال لي هو عبارة عن التندر برايس بتاع المشروع على التوتال دايركت كوست بتاعت المشروع. ايه هو ده؟ قال لي ده هو عبارة عن عامل لما بضربه في اي تكلفة مباشرة بيحولها مباشرة لسعر. يعني البرايس فاكتور ده لو خدت ضربت في التوتال دايركت كوست هيديني التندر برايس، لو ضربته في الدايركت كوست دي هيديني البرايس بتاع ده، لو ضربته في الدايركت كوست دي هيديني البرايس. طب تعالوا نجيبه كده، اللي هو هيساوي التندر برايس كله 181,500 على توتال دايركت كوست اللي هي 132,000، هيطلع لي البرايس فاكتور ب1.375. ال1.375 دي يا باشمهندسين هو العامل اللي لو مسكته ضربته في كل تكلفة من التكاليف دي كلها هيحولها لي لسعر مباشرة. طيب
تعالوا كده نضربها. لو جيت على البند الاولاني، لو عايز احسب سعر البند ده هضربه في البرايس فاكتور، اداني في هضرب الدايركت كوست في البرايس فاكتور هيديني سعره. طب تعالوا كده نشوف يا باشمهندسين، لو جيت ضربت البند الاولاني اللي هو 35000 في 1.375 هيطلع لي ب 48125. يبقى سعر البند ده اللي هحاسب بيه المالك 48000. البند اللي بعده 12000 في 1.375 هيطلع لي ب 16500. البند اللي بعده 30000 في 1.375 هيطلع لي ب 41250. البند اللي بعده 61875. اللي بعده 13750. كده احنا حسبنا السعر. طيب ده كله بيبقى المقاول بيعمله لنفسه. عايز اعمل التندر فورم شكلها عامل ازاي؟ قلت التندر فورم شكلها بيكون كده، رقم واحد النمبر، الورك ايتم، بعد كده عندي اليونت، بعد كده عندي الكوانتيتي، بعد كده عندي اليونت برايس، بعد كده البرايس. البند الاولاني اللي هو الفاونديشن الوحدة بتاعته بالمتر مكعب، الكمية بتاعته 50 متر مكعب، السعر بتاعه 48125 اللي احنا لسه حاسبينه. سعر البند كله 48000. طيب تكلفة المتر الواحد منه كام؟ يبقى اليونت برايس دي هي عبارة عن البرايس مقسوم على الكوانتيتي، يبقى 48125 لو قسمتها على 50 هيطلع لي ان سعر الوحدة من البند ده 962 ونص. البند اللي بعده البريك ووركس، متر مكعب، الكمية بمية، لسه حاسبين احنا البند السعر بتاعه اللي هو كان 16800 و500. لو عايز احسب سعر المتر منه يبقى 16500 على 100 هيطلع لي ب165. البند الثالث اللي هو بند السلاب فلور، بالمتر مكعب، الكمية بتاعته 50، كان سعر البند ده 41250. لو عايز اعرف سعر الوحدة منه يبقى 41250 على 50 هيطلع لي ان سعر الوحدة في البند ده 825. البند الرابع نفس الكلام، والبند الخامس نفس الكلام، الروف سلاب بالمتر مكعب، الكمية عندي 100، سعر البند 61875، لو قسمته على 100 هيطلع لي ب 618.75. البند الاخير عندي اللي هو الفينش، هو لمب صم ما عنديش كمية، يبقى هو السعر بتاعه كان 13750 وهحطه برضو 13750 لان هو ملوش كمية. كده احنا عملنا يا باشمهندسين دي اسمها التندر فور، دي اللي بيقدمها المقاول للمالك عشان يحاسبوا عليها لما يجي يحاسب بعد كده في المستخلصات. اقول له انا عملت لك خرسانات 60 متر، فيقول احنا متفقين المتر بكام؟ 962 ونص، هيضرب دي 60 متر هتجيب لي الكميه بتاعتي بالظبط، الفلوس اللي انا المفروض اخدها. الحته دي على بعضها بنسميها بالانسد بيد، عطاء متزن اللي انت هتعمله بتاخده. طيب بيجي بعد كده يقوم المقاول عامل حاجة اسمها ان بالانسد بيد، يعني ايه؟ عطاء غير متزن. يعني ايه عطاء غير متزن يا باشمهندسين؟ المقاول عاوز ياخد جزء من الربح بتاعه بدري بسرعة قبل ما المشروع يخلص. طب بيعمل ايه؟ قال لك بيقوم جاي مزود اسعار البنود اللي في الاول ومقلل اسعار البنود اللي في الاخر. طب بعمل الانبالانسد بيد ازاي؟ الانبالانسد بيد بتعمل بعد ما بعمل البالانسد ازاي؟ باجي على البندين اللي في الاخر
واخد منهم شوية فلوس واحطهم على البند الاول او التاني او البندين الاولانيين عادي. يبقى بقول اهو في الانبالانسد بيت بقول اليونت برايس والبرايس. طيب بقول لك انا باجي على البند الاخير او اللي قبل الاخير. انا البند الاخير عندي تكلفته صغيرة عادي، مش شرط اخد منه، ممكن اخد من اللي قبله. لقيت البند اللي قبله كام؟ 61875. عايز اخد منه عطاء غير متزن، هاخد منه شوية فلوس. طب شوية الفلوس اللي هاخدها قد ايه؟ اي حاجة، بس بشرط ان الفلوس اللي هاخدها من البند ده ان سعر البند بعد كده لا يقل عن تكلفته المباشرة. ما ينفعش اقل سعر البند، يعني البند ده سعره 61000، طب والتكلفة المباشرة بتاعته كام؟ 45. يبقى انا لما اخد فلوس احاول اخد فلوس، بس اهم حاجة ما اقللش البند عن كام؟ عن 45000. لو ثبتناها مثلا، لو البند الفرق كبير خد 5000، مش فرقة كده خدها 1000. تعالوا بس احنا هنفرق عندي من 61 ل 45، الفرق عندي حوالي 16000، فانا هاجي اخد من البند ده 5000 اضيفهم على البند الاولاني. لما خدت من ده 5000 اتبقى منه 56857. ال 5000 اللي خدتهم من هنا هطلعهم فوق على ال 48، فبدل ما كانت 48 بقت 53125. زي ما حسبت سعر الوحدة هنا هحسبه هنا. البندين دول ما اتغيروش، فهيفضل زي ما هو. البنود اللي ما اتغيرتش هتفضل زي ما هي. طب البنود اللي اتغيرت هرجع اقسمها على الكمية، يبقى 56 على 100 هيطلع لي ب 568 75 من 100. البند اللي فوق 53000 على 50 هيطلع لي ب 1062.5. شفتوا لما عملنا عطاء غير متزن، كان الاول هنا في العطاء المتزن سعر الوحده 962، سعر الوحده هنا بقى 1062. هنا سعر الوحده كان 618، هنا سعر الوحده بقى 518. وبكده احنا عملنا البالانسد بيد والانبالانسد بيد والتندر فور، وخلصت المساله على كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.